السلسلة الأولى أو الجزء الأول من التحقيق كان هدفه بشكل أساسي هو فهم ظروف غرق القارب من قبلنا كصحفيين، وإفهام ما حدث للمتابعين أو المشاهدين أو القراء. كان هدفنا أنه نجمع أكبر عدد ممكن من الشهادات، أن نقاطع الشهادات مع بعض البعض لنتأكد من 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 المعلومات الواردة على لسان الشهود بأكثر من مكان. وكان الخلاصة اللي أجمعوا عليها معظم الناجين أن هناك من تسبب في غرق القارب، أن خفر السواحل اليوناني الذي جاء لإنقاذ القارب بعدما قضوا فترة بالبحر تسببوا في غرق القارب. هذه هي كانت الشهادات، معظم الشهادات اللي سمعنا لهم، ان خفر السواحل هم من تسبب عندما قطر القارب بحبل فتسبب باختلال توازنه، مال ميله واحده باتجاه اليمين او اليسار، وبالتالي انقلب، وهون صار في فوضى عارمه في على متن القارب، والناس صارت بالبحر وحدثت الكارثه المأساويه.